شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور حول التوبة من المخالفة. أولاً وقبل كل شيء، نتحدث حول أثر المخالفة فينا نحن البشر. ما هو أثر المخالفة؟ ما هي الآثار التي تتركها المخالفة في داخل النفس البشرية؟ كل عمل نقوم به نحن البشر فيه بعدان: بعد نطلق عليه بعد التقضي، وبعد ثاني نطلق عليه بعد الثبات. بعد التقضي هو هذا الظاهر الذي نراه جميعاً، البعد المنظور من كل حركة هو بعد التقضي. أنا عندما أتكلم هذه الحركة، هذا الكلام، هذا الفعل له طبيعة سيالية. الطبيعة السيالية يعني أن هذه الحركة يوجد منها جزء وينتهي، ثم يوجد منها جزء آخر وينتهي. هذه الحركة لا تستطيع أن تستجمع جميع أجزائها في وقت واحد، يأتي هنالك جزء معين ينتهي ذلك الجزء، ثم يوجد جزء آخر. هذه الكلمات التي أتكلم بها تنطبق عليها هذه الحالة، الحالة السيالية. العمل الذي نقوم به، الخطوات التي نخطوها،
النظرات التي ننظرها كل هذه فيها حالة سيالية. هذا هو البعد المنظور، بعد التقضي والانتهاء. ولكن هنالك بعد آخر، وهذا البعد الآخر بعد الثبات. إذا كانت هذه الحركات متقضية بلحاظ ذاتها ولكنها ثابتة بلحاظ أثرها، كيف؟ إحنا كل حركة نقوم بها تؤثر في جوهر الذات. هذه الذات عندما تهبط إلينا، يقول ذلك الرجل: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. هذه النفس التي هبطت إلينا من ذلك المحل الأرفع نفس غير مصنعة، مادة خام. من الذي يكون هذه المادة ويشكل هذه المادة؟ الذي يكون هذه المادة ويشكل هذه المادة التشكيل النهائي هذه الأعمال. يعني هذه الكلمة التي تقول بها وأنت جالس في الديوانية لا تتصور أنها كلمة انتهت، لحظات نجلس ونتكلم وانتهى كل شيء. لا، ما انتهى كل شيء. هذه الكلمات تشكل ذاتك، تكون ذاتك، وبتكرر هذه الكلمات الذات تأخذ وضعها النهائي. إلى متى تستمر هذه الآثار؟ إلى يوم؟ كلا. إلى يومين؟ كلا. إلى عام واحد؟ لا. إلى 100 عام؟ لا. إلى 1,000,000 عام؟ لا. هذا الأثر الذي تتركه هذه الكلمة، هذه النظرة، هذا الموقف تستمر إلى ما لا نهاية له. لأن أنت بهذه الكلمة دا تكون ذاتك، بهذه الكلمة دا تشكل ذاتك وتشكل جوهرك. كم يبقى هذا الجوهر؟ هذا الجوهر الذي شكلته سوف تبقى رهينا له إلى ما لا نهاية له. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا الجزاء مو مفروض عليك من فوق، أنت صنعته لنفسك. الشخص الذي درس في الجامعة وكون ذاته، هل هنالك جزاء فرض عليه من فوق؟ لا، هو الذي شكل هذه الذات، وهو الذي كسب هذه المكاسب اعتمادا على ذلك الجهد. أصحاب الجنة هم الذين شكلوا ذاتهم ويعيشون مع هذه الذات مليارات الأعوام. الرجل الخاطئ والعياذ بالله، الرجل العاصي هو الذي يشكل هذه الذات ويعيش مع هذه الذات
مع التلوث الذي حدث في هذه الذات ما لا يتناهى وما لا يتصور من الأعوام. إذن نحن لا ننظر إلى هذه الأعمال. رجل قاعد في دكانه، تأتي هنالك امرأة، ينظر إليها نظرة محرمة وانتهت هذه النظرة. لا، ما انتهت هذه النظرة، هذه النظرة تركت تلوثا في الذات. كم يبقى هذا التلوث؟ يبقى ألوف السنوات. عندما نجلس في الديوانية ونتحدث الأحاديث التي لا طائل تحتها، ننهش عرض هذا وعرض ذاك. مو تتصور أنها كلمة انتهت، لا، هذه الكلمة يبقى تلويثها في الروح إلى الأبد. ولذلك في الواقع الإنسان يجب أن يكون دقيقا في كل موقف وفي كل كلمة. أحد المتدينين ينقل المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا في يوم من الأيام جلس وأخذ يفكر مع نفسه: أنا الآن إذا جاءني الموت، نحن الآن إذا جاءنا الموت ونحن في هذه اللحظة، لأن الموت لا يرسل إنذار وإنما يأتي لحظة واحدة. ماكو فرق بين شاب وبين شيخ وبين صغير وبين كبير. اقرأوا إعلانات الوفيات: وات عمره 26 عام، مات عمره 50 عام، مات عمره 15 عام. الموت لا يعرف سنا معينة. فكر أنه أنا الآن إذا جاءني الموت وأنا في هذه الحالة، كيف ألاقي الله سبحانه وتعالى؟ قال: لعله إذا أقدر أنا في كل يوم مرتكب ذنب واحد. الذنب هواي خفيف المؤونة، الذنب ما يحتاج إلى مؤونة، تجلس تعيب شخصا هذا ذنب. مو فقط ذنب، من الكبائر أيضا، يعني مو ذنب صغير، ذنب كبير مسقط للعدالة. تمر امرأة تنظر إليها نظرة محرمة، هذا ذنب. تغتاب شخصا، هذا ذنب. تدخل في البيت وتخاشن مع زوجتك وأطفالك خارج حدود التأديب الشرعي، هذا ذنب. عاشروهن بالمعروف. ضربت الطفل إلى أن احمر أو اخضر، هذا ذنب وعليه الدية، دية مذكورة في الكتب الفقهية. يعني الذنب شيء متوفر. الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. في كل لحظة الشيطان يأتي فجأة. فهذا هو رجل متدين اللي قدر أنه مرتكب في كل يوم ذنبا واحدا. زين، أنا كم عمري؟ حوالي 60 عام. الآن ألاقي الله حسب ب21 و500 21,000 ذنب و500 ذنب. كيف ألاقي الله سبحانه وتعالى؟ هذا التفكير خطر بباله، وإذا به يسقط ميتا من هول المصيبة ومن هول هذا التصور. حقيقة واحد يلاقي الله سبحانه وتعالى ب21,500 ذنب، هذا كيف يواجه الله بهذا الوجه؟ كيف يلاقي الله سبحانه وتعالى مع هذه الذنوب التي أثقل الظهر؟ الحقيقة هذه الأشياء تجب الدقة فيها. التوبة
أثرها محو هذه الآثار. البدن عندما يتلوث تدخل إلى الحمام، تغسل بدنك، تخرج نظيفا. الإنسان عندما يتوب، التوبة يعني شنو؟ يعني العودة، عودة إلى الله. الإنسان يغسل كل هذه الآثار. تلك الحركة يقوم بحركة عكسية ويتلافى ما فات. ولذلك أكو في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. زين، ما هي مراحل التوبة؟ أردنا أن نتوب، ما هي التوبة؟ التوبة هل هي الندم؟ واحد يندم يتأثر على ما صدر منه. الندم وحده مو توبة. الندم كل إنسان عندما يعمل عمل خطأ يندم، يتأثر، يتألم، إلا إذا واحد يسحق وجدانه. وحتى الأفراد المسحوقي الوجدان تأتي لهم حالات يتندم، يتألم، ولكن هذا وحده لا يكفي. المتوكل الذي كان قد عقد ذلك المجلس، مجلس شرب الخمر والعياذ بالله، واستحضر الإمام الهادي صلوات الله عليه. الإمام الهادي صلوات الله عليه قرأ أبياتاً، الأبيات المعروفة: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. مو المتوكل أسكنوا حفرا، واحد واحد منا يسكن في تلك الحفرة، ولا تنفعه لا أمواله ولا أولاده ولا علمه ولا شخصيته، كل هذه لا تنفع. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة؟ أين هذه الوجوه التي نهتم بها؟ من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. المتوكل العباسي مع ظلمه وإجرامه عندما سمع هذه الأبيات أخذ يبكي حتى اخضلت لحيته بدموعه. تأثر، تألم، لكن هذا لا يكفي. التوبة ثلاثة تحولات: التوبة الكاملة بمعنى من معاني الكمال والتمامية. المرحلة الأولى هاي المرحلة: انفعال نفساني، الندم، لماذا فعلت هذا الفعل؟ لماذا ضربت الطفل؟ لماذا أسأت الأخلاق مع الزوجة أو الزوجة؟ لماذا أكلت حق الله وحق الناس؟ هذا المرحلة الأولى، انفعال نفساني، الندم، التألم. المرحلة الثانية فعل نفساني، الندم، انفعال. المرحلة الثانية فعل من أفعال النفس، وهو الإرادة والتصميم: لن أعود. الآن واحد يصمم، يتذكر ذنوبه، يندم، يتألم، وبعد ذلك لن أعود. هذه الإرادة القاطعة
التصميم القاطع على عدم العودة، انفعال نفساني يتمثل في الندم على ما فات، فعل نفساني يتمثل في التصميم على عدم العودة مطلقة. المرحلة الثالثة التحول في السلوك. أيها الشباب الذين فاتت منكم صلوات، التوبة في مرحلتها الثالثة، يعني أن تقضي ما فات. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، علي قضاء صلوات، فماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: صل مع كل صلاة صلاتا. مو صعب، صلاة الصبح تصلي، صل معها صبحا أخرى بعنوان القضاء، مو صعب. ظهر عصر، صل معها ظهرا وعصرا بعنوان القضاء وتنتهي. عليك صيام، اقضه. عليك دين للناس، ادفع هذا الدين، لا تخلي الشيطان يأخذ أمامك حتى تندم حين لا ينفع الندم. المرجع الديني السيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، الذي توفي قبل سنوات وهو في قم، ينقل القضية التالية. يقول أنه كان رجل من المتدينين، رجل ظاهر الصلاح. هنالك أفراد ظاهروا الصلاح، وهذا المقدار يكفي في إثبات العدالة، أن يكون ظاهره طيبا. يقول كان يجي إلى الصلاة وإلى المسجد ملتزم، وأنا على مرور الأيام وثقت به، لأن ما شفت من شيء. كانت هنالك أموال لعمل معين، لا علينا بذلك العمل، أنا كنت أدفع إليه تدريجيا، لأن رجل فقيرا كان أيضا، أدفع إليه هذه الأموال ليقوم بذلك العمل، عمل من الأعمال، في مرة مثلاً 1000 تومان، في مرة 10,000 تومان، في مرة 20,000 تومان، وكان يأخذ هذه الأموال ويقوم بذلك العمل. مرت مدة على هذه الحالة، سنوات، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، ولكن إلى متى يستمر الإنسان في هذه الحالة؟ إلى متى يستمر الإنسان وهو ألعوبة بيد الشيطان، يقول له افعل فيفعل، ويقول له لا تفعل فلا يفعل؟ أنت أقوى من الشيطان. في يوم من الأيام السيد المرعشي رحمة الله عليه في بيته يأتي هذا الرجل، يقول: سيدنا، أنا عندي كلام خاص وياك في غرفة خاصة، ما أريد يكون واحد. السيد المرعشي يخلي له الغرفة. تفضل. يقول: سيدنا، أنا خنتك. كيف؟ شلون خنتني؟ هذا هو الواقع، أنا خنتك خلال هذه السنوات. كيف؟ يقول: سيدنا، أنا هذه الأموال التي أخذتها من كلها أكلتها، ولم أصنع، لم أدفعها لذلك المورد المقرر. السيد المرعشي يقول: قلت له صدق تقول هذا الكلام؟ يقول: قلت نعم، أنا أكلتها، الشيطان قشمرني. يقول: أنا مهواي تأثرت. قلت: أنت ما تستحي، أنت الذي ظاهرك الصلاح، كيف تخونني؟ مو تخونني، تخون الله،
تخون الرسول، تخون الإمام الحجة، وأنت تغر الناس بهذا المنظر وتأكل أموال الناس بالباطل. كل سيدنا أنه هذا الذي حدث. الآن ما هو تكليفي؟ أنا الآن نادم على ما مضى ومستعد لكل ما تقول. يقول قلت أنه نحسب كل هذه الأموال، حسبنا هذه الأموال طلعت كمية كبيرة جدا. قلت له أنت يجب أن تدفع هذا المال كله حتى تبرأ ذمتك. قلت إذا دفعت هذه الأموال تبرأ ذمتي؟ السيد قال نعم. يقول هو حسب طلع مبلغ هائل. قلت له كيف تأتي بهذه الأموال؟ قال أنا عندي دكان تدور عليه معيشتي، أنا أروح أبيع هذا الدكان. قلت فمن أين تعتاش إذا بعت الدكان؟ قلت رزقي على الله، المهم أنا أتخلص من هذا الشيء الذي في رقبتي. يقول حقيقة الرجل ذهب وباع دكانه، ودكانه صار بقدر ذلك المبلغ تقريبا، وجاء إلي وسلم كل المال. بعد دكان ما عنده، عيش ما عنده، يجب أن يذهب ويستجدي، ولكن هذه هي الإرادة الشجاعة. الإرادة الشجاعة هذا معناته حتى إذا كل نظام حياتك يختل، ولكن وللآخرة خير لك من الأولى. يقول بقي أياما معدودة، وبعد أيام جاء شخص وقال إن الحج الفلاني قد توفي، ولكن توفي شنو؟ طاهرا. صحيح أنه تلوث، ولكن في حالة الوفاة كان طاهرا. يقول إحنا ذهبنا وصلينا عليه وقمنا بتجهيزه وتكفينه ودفنه. هسه حقيقة هذه كلمة، ولكن هذه الكلمة تكشف عن موقف عظيم. الإنسان حتى إذا اضطر إلى أن يتخلى عن كل حياته، عن كل أمواله، ولكنه يفعل ذلك حتى يلاقي الله سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا. الحقيقة نحن في هذه الأيام في آخر أيام شعبان وفي استقبال شهر رمضان، يجب علينا أن نفكر في هذه النقطة. كل ما أكو أوزار على ظهورنا، أوزار تتعلق بديون الناس، أوزار تتعلق بحقوق الله من صلاة وصوم وحج وغيرها، الإنسان في هذه اللحظة يصمم على أن ينهي كل شيء ويفتح صفحة جديدة في حياته. أتلو عليكم بعض الروايات وأختم بها الموضوع. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة، هذا أفضل شيء وأحب شيء عند الله سبحانه وتعالى. عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن الضال الواجد ومن الظمآن الوارد. العقيم الوالد رجل أو امرأة ما يصير لهم أولاد، بعد 15 سنة ولد لهم طفل، ما هو حجم الفرح في قلب هذا الأب أو هذه الأم؟ الله أشد فرحا بتوبة عبده
من العقيم الوالد والضال الواجد. ضعت في الصحراء ثم وجدت الطريق، ومن الظمآن الوارد، كنت ظمآن فشربت الماء بعد طول ظمأ، ما هو طعم الماء في فمك؟ والرواية الأخيرة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: حسن التوبة يمحو الحوبة. الحوبة يعني الذنب، التوبة الحسنة الجامعة لكل الشرائط، هذه تمحو آثار الذنب ويعود الإنسان طاهر النفس نقي الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة للتوبة وللعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.